بسم الله الرحمن الرحيم. ده درس جديد من دروس مادة ميكانيكا للصف الثالث، خاص بطلبة وطالبات الدبلومات الفنية والصناعية جميع التخصصات وكمان الأكاديميات المناظرة ليها. معانا شابتر جديد النهاردة، أو فصل جديد أو باب جديد، تحت عنوان نقل الحركة. طيب، احنا في الشابترين اللي فاتوا كان الباب الأول تحت عنوان الدفع والتصادم، ومعانا الباب الثاني كان خاص بالحركة الاهتزازية أو الدورانية. معانا درس جديد، ليست فكرة جديدة ولكن عنوان جديد، هو نقل الحركة. فكرة باب نقل الحركة ده، هو أنا عندي مثلا شافت بتاع موتور، يعني ده لو موتور، والموتور ده ليه حاجة من قدام بتلف، تمام. عاوز أخلي الشافت ده بتاع الموتور لما يلف يدور لحاجة تانية، تمام. طيب، الفكرة هتوضح أكتر من خلال الصورة اللي قدام حضرتك دي. الصورة ديت بتوضح أكتر يعني إيه نقل الحركة من جسم لجسم تاني. فكان عندنا نقل الحركة ممكن يتم بثلاث طرق. رقم واحد، عن طريق التارات والسيور، تمام. رقم اتنين، ممكن نقل الحركة يتم عن طريق حاجة اسمها التروس. رقم تلاتة، ممكن نقل الحركة يتم عن طريق حاجة اسمها الجريدة والترس، تمام. ديت كانت أنواع نقل الحركة. طيب، تحت نقل الحركة مباشرة في حاجة اسمها خطوة نقل الحركة. خطوة نقل الحركة، فقال لي والله في رقم واحد اللي هي دي، أنا عندي الطارات والسيور، خطوة نقل الحركة فيها نوعين، إما مجموعة زوجية أو متعددة. يعني اولا خلينا نفهم يعني ايه نقل الحركه عن طريق التارات والسيور. بصوا كده ليه الشكل ده، الصوره بتوضح ليا نقل الحركه عن طريق التارات والسيور، تمام. طيب، فانا ممكن يبقى عندي اتنين طاره كده، ويبقى الدايره دي اسمها طاره والخط ده اسمه سير، تمام. نقل الحركة مثلا ده الجسم اللي هيتحرك، يعني ده الجسم ده هو متحرك في الأصل، أنا عاوز أنقل الحركة للجسم ده، أنا هخلي لما ده يلف ده كمان يلف معايا، تمام. فالجسم الأصلي هو ده، والجسم التاني المنقاد هو الجسم ده، تمام. فنقل الحركة في الصورة دي أو في الحتة دي أو في الشكل ده تم عن طريق إيه؟ الطارة والسير، صح كده؟ فممكن أستخدم مجموعة زوجية، يعني طارتان، طارة أولى طارة تانية، أو مجموعة متعددة، تمام. يعني ايه مجموعة متعددة؟ يعني هستخدم اربع طارات او ست طارات، تمام. تاني، المجموعة الزوجية تعني اتنين طارة، طارة اهي وطارة اهي، ممكن اقول عليها مجموعة بسيطة، تمام. اما المجموعة المتعددة هستخدم اربع طارات او ست طارات، واقول عليها مجموعة مركبة. ونركز في الكلام ده علشان اختياري اللي بيجي في الامتحان، تمام. او ممكن في السؤال زي ما هنحل كمان شوية نلاقيه بيبدأ السؤال بكلمة مجموعة بسيطة، فأول لما أشوف كلمة مجموعة بسيطة إذا هستخدم القانون الخاص بالمجموعة البسيطة أو الزوجية، يعني أعرف إن أنا شغال على الطارات والسيور، القانون الخاص بالمجموعة الزوجية. حلو. بعد كده إحنا طبعا في الفيديو ده إحنا عندنا التروس نفس الطارات بالظبط، عندنا مجموعة زوجية أو مجموعة متعددة، تمام. والجريدة والمسننة والترس ليها قانون سهل وعبيط، تمام، هناخده في فيديو لوحده. فخلينا في الفيديو ده ان شاء الله ناخد فيه قطارات، او نتكلم فيه عن قطارات والسيور ونحل مسائل عليه. طبعا اللي هيفهم القطارات والسيور هيعرف يفهم التروس وهيعرف يفهم الجريده المسننه. قبل ما نكتب القانون لازم اوضح شويه اساسيات مهمه قوي، تمام. طيب، الاساسيات دي هقول عليها اساسيات احنا اخدناها قبل كده. زي ايه؟ خلينا نرسم بس دي طاره ودي طاره تانيه، تمام. دي طارة واحد مثلا ودي طارة اتنين، ونقل الحركة بيتم عن طريق سير، السير ده بالشكل ده، تمام. إذا ده بيلف وده بيلف معايا، تمام. احنا اتفقنا إن الدايرة دي اسمها إيه؟ اسمها طارة،
والخط ده اسمه سير. طيب في حاجة تانية، ايه هي؟ ان الدايرة ديت بتلف، اذا ليها عدد لفات، اقول عليه ان. تمام، تاني، الدايرة دي اللي هو الطارة بتلف، فاقول على اقول ليها عدد لفات ان. تمام، طيب بما ان دي داخد رقم 2 فاحط ليها ان 2، وبما ان دي دايرة فليها قطر اللي هو طول المسافة دي، القطر بيرمز ليه بالرمز دي، فانا كده عندي دي، وعشان الطارة ديت ليها رقم 2 فاقول عليها دي 2. تمام، دي كانت الطارة رقم 2. طب الطارة رقم 1 نفس الكلام، ليها عدد لفات ان 1 وليها قطر المسافة ديت دي 1. تمام، طيب انا مطلوب مني في الاسئلة بتاعة الطارات والسيور يجيب لي 3 مجاهيل، او سوري يجيب لي 4. انا عندي كام مجهول؟ 4، او سوري انا عندي كام حاجة، كان عندي كام بارامتر في القانون ده؟ عندي 4، ان 1 وان 2، دي 1 ودي 2. تمام، هو هيبقى معطى از جيفن في السؤال، يعني 3 حاجات، ممكن ان 1 وان 2 ودي 2، ويبقى عاوز حاجة واحدة مثلا دي 1. تمام، اذا هو هيبقى معطى معاك 3، ومطلوب مني اجيب الايه؟ اجيب الرابع. تمام، فالدرس سهل جدا، انا شايفه من اسهل درس بصراحة، اسهل درس في المادة كلها هو الدرس ده. طيب بعد ديت كانت اساسيات قانون. القانون الاول في الطارات والسيور للمجموعة البسيطة كالآتي. القانون الاول في الطارات والسيور للمجموعة الزوجية البسيطة كالآتي، قال لي والله ان واحد اللي هي دي على دي، او سوري على ان اتنين هي دي، يساوي دي اتنين اللي هي دي على دي واحد. تمام، ديت في انهي مجموعة؟ ركزوا، دي في المجموعة البسيطة. يعني ايه مجموعة بسيطة؟ يعني انا شغال على 2 طارة، واحدة اهي والتانية اهي. تمام، طيب حد هيسأل، لو حد بقى من العيال اللي هي بتحب تفهم وكده عاوز يعرف القانون ده جه منين. القانون ده من اصل جه من السرعات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا الطارة دي بتلف، يعني بتدور بسرعة، انا اعتبرها في واحد، والطارة دي بتلف بنفس السرعة اللي هي بتاعت في واحد، ففي اتنين. اذا كده انا عندي في واحد هي نفسها في اتنين، في واحد يساوي في اتنين. تمام، وكل سرعة اللي خاصة بطارة لها قانون اللي هو باي دي في ان. فانا هنا واحد بقول دي واحد ان واحد يساوي في اتنين باي دي اتنين في ان اتنين، صح كده؟ فانا عندي باي طايرة مع باي دي، بقى عندي دي واحد ان واحد دي اتنين ان اتنين، فهاخد ان واحد على ان اتنين يساوي دي اتنين على ان واحد بالشكل ده. تمام، ده علشان الناس اللي عاوزه تفهم القانون. طيب تعال نحل مثال او مساله على الكلام ده. بيقول لي مجموعه بسيطه. اول حاجه قال لي ايه؟ قال لي مجموعه بسيطه. يعني ايه مجموعه بسيطه؟ يعني 2 طاره، يعني اقدر اقول عليها، اقدر ارسمها بالشكل ده. تمام، دي واحد ودي اتنين. حلو حلو، تعال نشوف باقي المعطيات. تتكون من طارتين اهو، القائدة 60 سنتي متر. يعني ايه القائدة 60 سنتي متر؟ يعني دي واحد يساوي 60 سنتي متر. حلو اوي. وايه تاني يا حاج؟ وتدور بمعدل، 200 RPM لفة لكل دقيقة. تمام، لفة لكل دقيقة. تاني، تدور بمعدل 200 RPM لفة لكل دقيقة. طيب لفة لكل دقيقة، طبعا الوحدة RPM، واتفقنا ان في الدروس اللي فاتت ان ام دي شورت كات، او اختصار لكلمة مينت، يعني كل دقيقة وليست كل ثانية. فمعناها ان عدد اللفات ان واحد هيساوي 200 برضه. تمام كده، انا عندي ايه؟ دي واحد بيساوي 60 وان واحد بيساوي 200. نكمل، قال لي وقطر الطارة المقادة اللي هي الطارة الثانية يعني دي 2 تساوي 80. حلو أوي. عاوز ايه يا حاج؟ قال لي عاوز احسب عدد لفات الطارة المقادة ان 2، يعني عاوز يعرف ان 2، عاوز يعرف ان 2 دي بكام. حلو أوي. طيب اقول والله بما ان المجموعة ديت مجموعة بسيطة، اذا ان 1 على ان 2 يساوي دي 2 على دي 1. طيب ان 1 بكام؟ ب 200، على ان 2 يساوي دي 2 بكام؟ ب 80.
على دي واحد بزد تي. اذا ان اتنين دي طرفين في وسطين، 60 في 200 على 80، يعني في صفر هنا وصفر هنا، يعني تطلع 150 لفة. وما ان هو عاوز لفات فاقول عليها لفة لكل دقيقة، او اقول عليها كده 150 ار بي ام. ده كان سؤال بسيط وسهل قوي، وفي نفس الوقت بتدخل الامتحان تلاقي سؤال زي عبيط زي ده عليه درجات قد كده. تمام، تعالى بقى ندخل في حته لحته جديده شويه. ايه هي؟ لو شغال على نقل الحركه عن طريق الطارات والسيور ولكن مجموعه متعدده، يعني مركبه، يعني عندي 4 طارات او 6 طارات. تمام، فالراجل بيقول لي كده انا عندي 4 طارات ليها قانون و6 طارات ليها قانون. طيب قانون ال4 طارات، قانون ال4 طارات كالاتي: انا ببدا باول طاره وبختم باخر طاره، اخر طاره عندي اللي هي طاره رقم كام؟ رقم 4. اذا ان 1 على ان 4 يساوي باقي عندي كام ديهات، يعني ايه ديهات؟ بعد الواحد 2، يبقى دي 2 في دي 4 صح، وتحت دي سوري دي 2 في دي 4، وهنا دي 3 في دي 1. يعني ايه الكلام ده برضو؟ بصوا يا جماعه، زي ما اتفقنا هناك ان في 1 يساوي في 2، كتبتها ورا اهي في الحته دي واستنتجت القانون ده. عشان استنتج القانون ده نفس الكلام، انا عندي في 1 يساوي في 2 يساوي في 3 يساوي في 4. تخيل كل كده دي 1 في ان 1 يساوي دي 2 في ان 2 يساوي دي 3 في ان 3 يساوي دي 4 في ان 4 صح كده؟ طيب 4 طارات بياخد ان 1 وبياخد ان 4، ان 1 وان 4 تمام؟ اهي ان 1 على ان 4 يساوي، انا ماشي كده. اذا هرجع بمين؟ دي 4 على دي 1، يبقى دي 4 على دي 1 صح كده؟ ها تمام؟ طيب وهنا بقى، هنا في القانون التاني ده، ان 2 او ان 3 على ان على ايه؟ ان 3 على ان 2، ان 3 على ان 2 هيساوي دي 2 على دي 3، دي 2 على دي 3 تمام. النسبه ما بين الطاره الثالثه والطاره الثانيه في عدد اللفات هو 1، عشان كده بيشيلوا بره. فبستنتج القانون ده اللي هو ده، تحفظه بقى، ده القانون الخاص ب4 طارات تمام. فعاوزين نحل مثال على القانون ده. الراجل هنا بيقول لي مجموعة مركبة مكونة من 4 طارات اكترهم على الترتيب، دي 1 يساوي دي 2 يساوي دي 3 يساوي دي 4 يساوي كام؟ 20 35 25 60. كم عدد لفات الطارة الأولى؟ يعني احسب لي ان 1 إذا كانت الطارة الأخيرة تدور بمعدل 100 لفة، يعني الطارة الأخيرة ان 4 تساوي 100. الحل أو الإجابة، والله بما إن دي مجموعة مركبة 4 طارات فأنا القانون بتاعها إن 1 على إن 4 يساوي دي 4 على دي كام؟ 1 هنا، باقي عندي دي 2 وهنا دي 3. دايما مش قلبهم يا جماعة، يعني بص دي 4 دي 1، ما ينفعش أحط 4 مع 3، يعني احفظها كده. دايما خلي 4 2 زوجي فوق وفردي تحت، 4 و2 أرقام زوجية أرقام فردية تحت. طبعا بالكالكيوتر بتاعتي او الاله الحاسبه اعرف اجيب قيمه ان 1 بكل عباطه وسهوله. فده كان اجابه السؤال ده. طيب تخيل لو عندي مجموعه مركبه مكونه من 6 طارات، اذا القانون بتاعها عندي هيساوي كام؟ تعرف تقوله؟ والله بما ان دي 6 طارات صح، فالقانون كالاتي: قال لي قانون الست طارات ان 1 على ان 4 يساوي دي 2 في دي 4 في دي 6
على دي واحد، في دي تلاتة، في دي خمسة. طيب وعلشان القانون يثبت في دماغنا بسرعة، احنا اتفقنا ان دايما في البسط ارقام زوجية 2 4 6، اما في المقام ارقام فردية 1 3 5. اتفقنا؟ طيب في المسألة نفس الكلام بالظبط، ده عدد البارامتر عندي كام هنا؟ 8، 3 و3 و2، هيجيب لي منهم كام؟ هيجيب لي منهم 7، وانا اجيب الثامن. استخدام الآلة الحاسبة تعرف تجيبها. لو حد واقف معايا اي سؤال في الحتة دي، يا ريت يكومنت على الفيديو وهرد عليه في اسرع وقت. ده كده كان النوع الاول من الطارات والسيور، او من نقل الحركة بين الطارات والسيور. درسنا فيه المجموعة المركبة اللي هي مكونة من 2 طارة، وخدنا القانون بتاعها. بعد كده خدنا على المجموعة المركبة، سوري، درسنا المجموعة البسيطة اللي هي 2 طارة. بعد كده دخلنا على المجموعة المركبة 4 طارات أو 6 طارات. كان 4 طارات ليها قانون بالشكل ده، و6 طارات ليهم قانون بالشكل ده. الدرس ده حفظ حرفيا، يعني حفظ، تحفظ القوانين. عشان تحفظ القوانين بسهولة، دايما البسط فيه أرقام زوجية والمقام فيه أرقام فردية، وهكذا في المجموعة المركبة 6 طارات. الفيديو الجاي إن شاء الله هوضح فيه أو هنشرح فيه نوع جديد من نقل الحركة، نقل الحركة بالتروس. طبعا نفس الفكرة بالظبط، فيديو سهل أوي أوي أوي. تمام، أشوفكم على خير. السلام عليكم.